أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني. وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيده على دولة قطر وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وقد أعرب أمير دولة قطر عن الشكر للرئيس السيسي على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معربا عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعبا بدوام الاستقرار والتقدم.